تحية نضالية تحية نضالية ومن تقام الأبية عزيز الطاشي عود مكتب وطني الاتحاد الوطني المغربي. اليوم جينا نحضروا هذه الوقفه الاحتجاجيه وهي اقل ما يدار مع هذه الحكومه للاسعار ماشي غير ملتهبه، راه اي ماده من المواد استهلاكيه وغير استهلاكيه الا وكتقيسها كتحرقك، سواء الخضار ولا المواد الاستهلاكيه ديال الغذائيه. فالقهره اللي قهروا بها الموظفين والخجراء ما يمكننا الا نخرجوا، ماشي وقفه احتجاجيه، هذه وقفه احتجاجيه هي استمرار ديال الوقفه الوطنيه اللي درناها، ولكن ما غاديش نوقفوا حد هنا الى ما تمش معالجه هذا الوضع الحقير اللي كيعيشوا جميع الفقراء، لا الطبقه المتوسطه فقروها ولا هذيك اللي كتهش مشات الى الواد. اليوم 43% من الاجراء القطاع الخاص عندهم اقل من 2800 درهم باش غادي يعيش، 70% من المتقاعدين في القطاع الخاص عندهم اقل من 2000 درهم، كاين ذوي الحقوق اللي عندهم اقل من 1000 درهم، هادو غادي يعيشوا ب 13 درهم بالمطيشه، هادو غادي يعيشوا ب 25 درهم ديال الحمص، البيصاره اللي كانت رخيصه قبل فينا هي دابا؟ باش غادي يعيش هذا الفقير؟ اما المراه مسكينه لقيتها كتقدا في واحد ما قدرت تشري نهائيا، بل انها اليوم مشات عند خضر مسكين كتسعى له، هي ما باغياش تسعى، عندها جوج وليدات كتبكي، خضره اللي عطاها مسكينه مطيشة خامجه غير باش ديباني، لان حتى هو تقهر بالغلاء، لا الفلاحه ولا الخضاره ولا كل شيء تقهر، ولكن الحكومه ناعسه للاسف، ناعسه وخلات الشعب كيتقاتل مع راسه، لا طبيه هبطتها ولا حتى شي حاجه، حتى شي اجراء ما دارته، وهذا ما يمكنش نسكتوا عليه احنا كاتحاد الوطني الشغمري، وما يمكننا نسكتوا عليه الا بما اتيحنا بقوه ديال النضال، وهي دي فاس وكانت اكادير وغتكون في مراكش وغتكون في المغرب كامل، وغادي نختموها بمسيره ان شاء الله بحول الله اللي غير منتظر.